مستقبل مجهول ينتظر الدولي الجزائري يوسف عطال مع ناديه الفرنسي نيس، حيث يتواجد في وضعية صعبة بعد نهاية الميركاتو الشتوي في أوروبا. الأزمات التي عاشها يوسف عطال وتولي النكسات في مسيرته الرياضية جعلته يدخل أزمة حقيقية بسبب تعقد حالته مع ناديه. فبعد انتشار أخبار عن انتقاله قريبا إلى نادي طرابزون سبورت التركية، ليخرج موقع فاناتيك التركي بخبر مفاده أن إدارة النادي لم تعد مهتمة بتعاقد مع يوسف عطال بعد أن أبدت اهتمامها سابقا باللاعب الجزائري. وأكد ذات الموقع أن إدارة نادي طرابزون سبورت التركية قررت التعاقد مع مدافع بروسيا دورتموند الألماني مونيه. فكيف ستكون نهاية قصة يوسف عطال مع كل هذه الأزمات؟ جالفور، القوة والمناعة من قلب الكوتيفوار. شيري يرافقكم في كان الكوتيفوار. استمتع بأجواء الكان مع بلاط. ليكس، الشيبس رقم واحد في الجزائر، يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني. كادياس، طريقكم نحو الكوتيفوار. رامي، الذوق الأمثل في كان الكوتيفوار. تكنو نورم، يتمنى حظ موفق للفريق الوطني. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.